هاي حسين. ما راح ما طلعتي لي انت. ما شاء الله انت هني. ما طلعتي لي. ولا شيء، كنت مع شمور، حسيت نفسي جوعانة، قلت ادق عليك عشان اكل معاك. ما يكون مسوي هالسوالف ولا لحقتني. هو ليش الحقك؟ انا قلت باكل معاك ما في شيء، انا مرتك ولا بس ما تعرفني الا وقت اللي تبي فلوس. الاسلوب انا ما احبه يا مها، على اللف والدوران، لا تفضحينا قدام الناس. انت لحقتني ولا لا؟ انا ابي اعرف ايش حقي ادق عليك وشوف تليفوني وما ترد. مالي خلقك، فهمتي؟ ولا تردين علي السؤال بسؤال كنك كاسكو، ردي علي الحين، ليش لحقتني؟ والله انا مرتك ولي حق عليك، مثل ما تعطي هذيك حقوقها لازم تعطيني انا حقوقي. انت ايش تبين من البنيه ما تقولي لي؟ ايش تبين البحور؟ خلاص ما سويت اللي براسك، ما اخذتي منها ريلها، تزوجنا وخلاص، تبين بعد؟ عشتوا خذت ريلها منها ما ادري منو، ولي ام ولد ديانه ما اخذته من كيت. اخذت منو؟ ولي ام ولد ديانه ما اخذته من كيت. الله، ودام ان انا مو عاجبك الشريعة ليش زوجتيني؟ شو اسوي؟ مو مني، قلبي اللي ما يفهم يحب. خلاص سهله، دوسي على قلبك وخلي ما يحبني. يا ريت يوم الهنا، يوم السعد، يوم المنى اللي ما احبك فيه، اللي اقدر اكرهك كثر ما احبك. عارف انك متزوجني مصلحه وانك ما تحبني، لكن بتم صابره وبتم صابره، تدري لمتى؟ لما يطيب خاطري منك، لاني تعبت وما ابي اتعذب بحياتي اكثر. بسألت سؤال وبالله تردين علي بكل صراحه، انت ليش قوي مشاكل؟ ليش تحبين لف الدوران؟ ليش ما تخلين حياتي تسيده من غير مشاكل، من غير فضايح، من غير اي شيء؟ يبا انا ريال اقعد بيني وبين نفسي، اصفي ذهني، اوخر المشاكل، اطلع عن جو العائله شوي، شو المشكله يعني؟ انت على بالك ان انا جاي هنا بروحي، على بالك ان انا مواعد، ما له شغل، ما افتك منك اوعد واحده جديده. حسين انا ما ابي منك شيء، بس ابي لما ادق عليك ترد علي. عادي تبي تكون بروحك، تبي تطلع مع ربعك، بس رد علي، قول لي، حسسني ان انا جزء من حياتك. خلاص فضيها سيره دراما كوين، خلاص قلبتيها مناحه. يبا خلاص الحين اطلب طلب زياده وقعدك معي للصبح، بس لا تبكين. اكسكيوز مي، تعال تعال. الاهتمام والحب اللي تبيه معها ما كانت تبي تطلبه عشان تحصله، كانت تبي لها من عمي بدون عطف ولا طلب.